سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفرحانين في الحياه ديالكم، وكنتمنى لكم ما احسن وما كاين فالكم. واليوم جيت بغيت نوريكم اللوك بوك بصور. كنت بغيت ندير لكم فيديوهات صغار لكن ما عندي، ما عطانيش الوقت، ولهذا صراحه كلفني الوقت الصور اكثر ما كانوا غادي يكلفوني يعني فيديوهات صغار. حصل ديت لكم، صورت لكم كل شيء، يعني درت لكم الصوره لي الصور ديالي، وموراها حطيت لكم يعني الصور كيفاش كل حاجة يعني محطوطة باش تشوفوا ما تقريبا كيفاش تقدروا يعني تلبسوها. وحاولت ندير يعني اللوكات كنخلط يعني بنفس الحوايج، نفس الصباطة مثلا حاصل دابا تشوفوهم وغادي أردوا عليا. الحاصل كنتمنى يعجبوكم، ودرت لكم لوك بوك من الاثنين الى الاحد، يعني من اثنين حتى الحد. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وتهلاو لي فراسكم، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. البنات كما سبق لي قلت لكم غنديروا اللوك بوك يعني من الاثنين الى الجمعه، وهذا هو اللوك ديال نهار الاثنين، وغيبداو كلهم من الاثنين حتى الاحد. ونهار الاثنين ديما كنا كنبغيو نكونوا مرتاحين، لهذا ضروري مسبرديله بيضه تكون عندك في الماريو، لحقاش كتعتق كتجي كاع مع اللوكات، جواكيطه ديال الجين، تريكو طويل يكون سخيخين، وكارطابل مريح، سروال جين. بصراحه احسن لوك انا عندي بالنسبه ليا هذا، ملي كنحل كنمشي ليه ديريكت، كنحماق على هذا اللوك ومريح بزاف. نهار الاثنين كاع تنكونوا ما عجبناش النظام، ما عجبناش نخدمو، ما عجبناش نديرو حتى شي حاجه، ولهذا غنمشي واحد اللوك يعني مريح اللي ما يزيدش نعصبنا باش نلقاو شي حاجه تجي معانا. وهذا اللوك واعر. نبداو بنهار الثلاث. نهار الثلاث انا لبست نهار تلبس شي حاجه يعني سامبل كحله، لبست فوقو هذاك الكارديغان سخيخن، درت سويعه بالقهوي والساك بالبيج والزيفت هو بالبيج باش ما نخرجوا من هذاك الكحل. انا اصلا كنموت على الكحل، ولكن ديما كنحاول نخرج منه، كندير كومبليمنتوس بالوان اخرين. وسويعه بالدوغي حتى هي كتعطي واحد اللوك زوين صراحه، اللوك ديال كتعطي واحد اللوك زوين للاوتفيت ديالنا. وهذا هو ديال نهار ثلاث. ولي بوت كحلين حتى هما صراحه كيجيو، هادو عندي انا مريحين. وكما قلت لكم نهار ثلاث غنكون واحد النهار حتى هو باقي متعب في السيمانه. نهار الاربعاء حتى هو باقي انا كنلبس، يعني ديما كنحاول نلبس انا في الايامات اللي ما كنكونش يعني خارجه شي خرجه طويله، كنلبس كلشي مريح ديما كما كتشوفوا هنايا. لبس جواكيطه قوي من جامل تحت خفيفه، الساك ديالي يكون كبير الا بغيت نهز شي حاجه معايا، وسروال ديال الجين الاستيك مريح حتى هو، والساعه بالدوغي. انا في اللوكات ديالي ديما كاينه الساعه، ما كيعجبنيش ندير لي زاكسسوار بزاف، ولهذا ديما كنمشي للساعه. انا الساعه هي ما نقدرش نعيش بلا بها. ودابا غادي ندوزو نهار الخميس. نهار الخميس البنات هنايا لبست صباط موكاسان، هذا ماشي بزاف مريح ولكن كيجي زوين في اللوك. هزيت سويك كحل صغيور، جاكيطه بالبيج، ودرت اللي هو الشال بحالو بحال لون الصباط، والساعه بالدوغي. وهذاك الصراحه هذا اللوك تيجي جوه متكامل وزوين بزاف، تقدر تمشي به لاي بلاصه. وهاد اللوكات البنات كلهم غادي تلقاوهم عندي في الانستغرام، وغادي تضغطوا في التصاور غادي تلقاو عندي كل شيء من اشمن يعني بوتيك مشريين. تقريبا الحوايج اللي عندي تقريبا من غير اللي ماشي من بريمار كلهم يعني من لي بوتيك اللي كاين عندكم حتى في المغرب. وغندوزو نهار نهار الجمعه. نهار الجمعه حتى هو لبست كلشي كحل، ولبست تريكو شويه طويل وسخيخن باللون كرونا. تيجي هذا اللوك هو واعر، حاولت ناسق صباط وساك باش يجي واحد اللوك يعني شويه زوين وكلاس. بصراحه هاد اللبسه كتجي حتى هي كتحمق البنات. كما قلت لكم هاد اللوكات كلهم غتلقاهم في الانستغرام ديالي اللي هو نيت اسرار بيوتي، انا غادي نكتبو لكم في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي بغات تدخل تشوفو وتشوف منين كناخذ الحوايج. ونهار السبت البنات كنا كيعجبنا نخرجو نضربو دويره مع رجالاتنا، مع الاصدقاء ديالنا، مع عائلتنا. كيعجبني نلبس شي حاجه تكون شويه زوينه، وهذا يعني لبست هذاك الجيلي ديال الزغب وكلشي بالكحل، ولكن فيهم داك اللمسه بالدوغي، الساعه بالدوغي، الساك فيه الدوغي، السروال فيه الدوغي، ولي بوط. كيجي هذا اللوك هذا واعر البنات وكيحمق بالنسبه نهار الحد. وخويتم درت خاتم راه كيبان في الصوره، صراحه كيجي هذا اللوك زوين، والزيف ديالي كما شفتوا درتو الوان متشابهه. ودابا غادي ندوزو نهار الحد اللي كنا كنبغيو نمشيو عند العائله نشوفوها وداك الشيء. نهار الحد لبسو قوي ميجا طويله، فوقها واحد الكاردي، واحد الجاكيطه خفيفه هي وكحله، وكلشي كحل. درت الساك بالكرونا والزيف بالكرونا، صراحه هذا اللوك كيجي واعر. كنتمنى البنات يعجبكم كاع اللوكات، ديروا لايك وسبسكرايب، ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو. ولا بغيت ندير لكم لوكات اخرين قولوها ليا وعلى راس والعين. كنبغيكم بزاف، تهلاو ليا فراسكم،
وكما قلت لكم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، هذه ضروري ضروري ضروري. وان شاء الله من القدام غندير لكم لوك بوك ميني فيديو صغارين. باي باي عليكم، تهلاو ليا في راسكم، بيزو، كنبغيكم بزاف.